اديني فكرة سريعة عشان المشاهدين معانا يعرفوا البازار فيه. عندنا احنا مجموعة للأكل، بيبيعوا الأكل والحلويات الشرقية والغربية. عندنا الاكسسوارات من ذهب برازيلي وأشغال يدوية. عندنا ملابس، ملابسنا غير تقليدية ما موجودة بالسوق. أصدقائي المشاهدين، في كل مكان، في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار وارتفاع نسبة التضخم في كندا إلى أرقام قياسية، أصبحت مهمة الأسرة والفرد صعبة للغاية في تدبير الاحتياجات المختلفة من ملبس ومأكل. أحب أرحب على هوا تورونتو النهاردة معنا في البازار، بازارنا ده ثالث مرة يتعمل. اتحادنا هو اتحاد المشاريع الصغيرة، إن شاء الله يا ربي نتوفق بهاي مسيرتنا. وبرحب بنغم ونجوى ولبنى وداليا المنظمين. أول شيء بدي أتشكرك نغام، كمان أنت حضرتها، هي أنت مؤسستي البازار وصاحبة الفكرة، فدي حاجة طبعا كوميونيتي ورك. وإن شاء الله نكون مستمرين دائما بإنجاح بازارنا الداعم لأصحاب المشاريع الصغيرة. هذه هي مقهى الشابندر، اللي هو مقهى مشهور في العراق، موجود في شارع المتنبي، قديم جدا ولا زال موجود لحد الآن. أعرفكم نفسي، يعني لبنى الأفندي، فنانة تشكيلية أرسم على جميع الأسطح، وحاليا متخصصة بالهاند كرافت والرسم على الزجاج. هذه كلش أحبها، هذه أول لوحة سويتها أنا. لا يسعنا إلا أن نشكرك على كل هذه المعلومات وعلى فنك الجميل. الله يخليك، أنا أشكرك أستاذ وممنون جدا، وإن شاء الله يوصل صوتنا بحيث هذا التراث الجميل يحافظون عليه أكثر ويهتمون بي أكثر. خليكوا دايما معنا على هوا تورونتو. هوا تورونتو معكم أينما كنتم.